حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبا الأئمة غريب يا مظلوم كربلاء يا بدورا غالها الخسف لكن لم تزل في الهدى بدورا تماما. حاولت نقصها العدا فأبى الرحمن إلا لنورها الإتمام. حر قلبي لسادة أزكياء في الطوامير خلدوا أعواما يا أرهق الطفل والمراهق منهم بالملمات يقظة ومناما. أرضعوا طفلهم لبان الرزايا وأعدوا له الحسام فطاما. قتلوهم شردوهم عذبوهم قتلوهم وما رعوا لرسول الله إلا في آله وذماما. يعني حتى الأطفال الصغار ما سلموا من ظلمهم وجوره. طلعت مصون من عقب حرق الصياوي تنادي يا زينب مهجة فاطمة شوين. حرقت الخيام ضاعت الأطفال. زينب بذاك الحال تتفقد بليتام. شافت ثلاث طفلات مسحوقة بالخيام. كم طفل من هول المصيبة بالفضيهام. لن الفقيدة من الأطفال اثنين واثنين يعني أربعة أربعة من عصر من عصر فروا اثنين. يا ويلي بعمرهم واثنين بالوادي وغدا تتباع أثرهم.
بليا دليل تحوم تبحث عن خبرهم وين راحوا لانها تعاينهم بذاك البر ميتي. قد انحنى الكبير على الصغير وضمه الى صدره. ولداي قوما الى الخيمه. ماكو جواب. حبيباي قوما معي الى الخيمه. ماكو كلام. دنت منهما زينب مدت يديا حركتهما فسقطا على الارض ميتين. متحاضنين على الثرى ولاقوا المنية وقفت تنادي وقفت الزهرة الزكية. شكوى إلى الله من فعلكم يا أمية. هلجت يتامانا عطش وينك يا أبو حسين. عين ان شاء الله يا زينب. لها الحال يبلغ حلمك الواسع يا مولاي. هلكت يتامى نعطاش بجانب الماي. شكواي لك يا مدبر الأكوان. شكواي نسوى ويتامى وفرهدون أشمال ويمي. الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. آمنا بالله. صدق الله مولانا العلي العظيم. في يوم 10 ديسمبر عام 1948 أعلنت الجمعية العالمية لحقوق الإنسان ورفعت تلك اللائحة التي ما صدق عليها من قبل دول الأعضاء إلا في عام 66، وبلاد البحرين من الدول الموقعة والمصدقة والمعترفة على أن للإنسان حقوق يجب أن تضمن له. القرآن ما رفع شعار حقوق الإنسان، وإنما كان شعار القرآن كرامة الإنسان. وكم فرق بين الشعارين. انت اذا كله تقول حقوق حقوق وتركز على الأوسمة والمناصب والمراكز، لا خيرة الله فيها. أعز ما على الإنسان كرامته التي لا تشترى ولا تباع. فقط حقوق وتغفل عن الواجبات والمسؤوليات والوظائف، هذا يصير شعار ضيق مخنوق. غير لما تقول كرامة، كرامة الإنسان. نفس كلمة حق، هاي الكلمة الصغيرة في حجمها من حرفين هي، إلا أنها كبيرة في معانيها ومضامينها. تتضمن ثلاث عناصر:
بشكلها المنطقي ومفهومها الفلسفي. حرية واجب سلطة. إيش قد عندك من حقوق؟ كم أكو هاي اللائحة؟ 100، 200، 1000، 2000. مجرد أن تنادي بحقوق الإنسان يجب عليك أن تقر وتثبت واجبات ووظائف، سوي لائحة ثانية في قبالها، وإلا فإنك ستضيع هذه الحقوق وستركلها بنفسك. من تقول حق؟ إيش عندك الآن من هالحقوق هاي؟ قول ثبت للإنسان حق الحياة، وجب على الآخر أن لا يقتله، لازم توجب، لازم تلزم، وإلا فسيضيع هذا الحق الذي تنادي به. للإنسان حق الصحة، وجب على الآخر أن يهيئ مراكز، مستشفيات، أدوية، علاجات، أطباء، وإلا سيضيع هذا الحق الذي تنادي به. للإنسان حق التعليم، وجب على الآخر أن يهيئ المدارس والجامعات، وهكذا. للإنسان حق مواطنة، حق صحافة، حق إعلان الرأي، إبداء الكلمة، حق ممارسة الشعائر، حق حق. يجب أن تثبت الواجبات، وإلا ستضيع كل هذه الحقوق. قد تتزاحم هذه الحقوق فيما بينها. يقوم شخص فيقول إن لي حق امتلاك الثروة بتأسيس مصانع كيميائية، مصاهر، تكرير نفط تسبب تلويث للبيئة، تسمم الجو والطبيعة. آخر يقول لي حق أن أعيش في بيئة نقية، أستنشق هواء نظيفا. هنا إذا تزاحمت الحقوق فيما بينها يأتي دور العنصر الثالث، ألا وهي السلطة. وظيفتها فض النزاعات لتضمن لكل ذي حق حق. السؤال المحور الذي تبتني عليه سائر المباحث القانونية هو مصدر هذه الحقوق. من وين طالعة هالحقوق هاي؟ هاللائحة من وين جابوها؟ نازلة من سماء أو طالعة من أرض؟ يتفق فقهاء الشرع مع فقهاء القانون في مصدر هذه الحقوق، ألا وهي الطبيعة وما تمليه على الإنسان. جاء الإنسان إلى هذه الحياة وهو حي، مو ميت، ثبت له حق الحياة، فلا يجوز لأحد أن يقتله، ومن قتل نفسا متعمدا فكأنما قتل الناس. إجى إلى هاي الدنيا وهو يمتلك رأس وبطن، أيادي، مساو لغيره في الخلقة، ثبت له حق المساواة، فلا يجوز تمييز أحد على أحد أو طبقة على طبقة. إجا إلى هاي الدنيا وهو يمتلك عقل يفكر ولسان يتكلم، ثبتت له حرية إبداء الرأي وإعلان الكلمة، فلا يجوز مصادرة رأي أحد أو سحق كلمته. إجا إلى هاي الدنيا وهو حر، مو عبد، ما مملوك لأحد، ثبتت له الحرية بشتى أقسامها، فكرية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية. إلا أن الأمر المحير، هل كل ما أملته الطبيعة على الإنسان ثبت كونه حقا له؟ أي مشكل، باكر كل من قام يصارخ حقي وحقي، يقولون لا. إلا أن تثبت إحدى علاقتين بين الإنسان والطبيعة، فإما أن تكون علاقة سببية فتنتج له حقا خاص، أو علاقة غائية فتنتج له حقا عام.
وعلى هذا الأساس اعتمد الدكتور عبد الرزاق السنوري في موسوعته الوسيط على تقسيم الحقوق إلى عامة وخاصة. شلون علاقة سببية وعلاقة غائية؟ هذا المنبر الشريف الآن نصب عينيك، له علاقة سببية، يعني السبب، من المتسبب في إيجاده؟ نجار، لو ما النجار إجى وضع خشبة على خشبة وثبت المسامير وهيئه بهاي الشكلية اللي تشوفها قدامك، لما أمكن أن ينتج هذا المنبر، فهو السبب، هو العلة. الغاية يعني الهدف، لماذا نجر هذا المنبر؟ قول للجلوس، القراءة، إلقاء المواعظ لذكر مصيبة الحسين عليه السلام، هاي الغاية، هذا الهدف. متى ما ثبت بينك وبين الطبيعة علاقة سببية يثبت لك بها حق خاص لا يزاحمك فيه أحد. خلنا نأخذ بعض أمثلة فقهية بعيد عن هاي المصطلحات المعقدة واللغة الجافة، لأن الفقه قريب للنفس، تستطيب له النفوس ولطف الأجواء. شلون يطلع واحد الآن وين يروح؟ الصحراء بالعراء، يقوم يحوط لقطعة أرض موات، يحجرها، يسورها بجدار، بسياج، يثبت له حق فيها، ألا وهو حق التحجير. الحين قام يسوى، حرثها، سقاها، أحياها، يثبت له ملك فيها، وذلك لما ورد عن نبينا الأعظم محمد صلى على محمد. من أحيا أرضا مواتان فهي له، بالإحياء يصير ملك، بالتحجير يصير حق. أنت لا تخلط ملكي وحقي، نفس الشيء، لا، أكو فرق. من أين فهم الفقهاء وجود فرق بين الملك والحق؟ يقولون من الآثار، شافوا أن آثار الملك تختلف عن آثار الحق. الحق قابل للإسقاط، تقدر تسقط حقك، تتنازل عنه، لكن الملك يقبل إسقاطه؟ لا. وإن كان كلاهما سلطنة اعتبارية من الإنسان على الأشياء، إلا أن سلطنته على أملاكه أقوى وأشد من سلطنته على حقوقه، لأن الحق سهل بسيط تقدر تتنازل عنه. هاي هم ناخذ لها مثل فقهي. كيف الآن واحد يقوم يروح مسجد حزة الصلاة، يحجز له مكان يقضي حاجته، يسبغ وضوءه، يحجز مكان، يحط له غترة، والله يحط عكازة، والله موبايل، مو التربة، هاي التربة ما تسوي لك شيء، انت ما تملكها، ضع شيئا من مشخصاتك بحيث اللي يشوف يقول هذا مكان فلان، لأن هاي أدواته، هاي حاجياته. إجا واحد عصبي حموق، قام وش سوى؟ نحاها، يصير؟ يجوز؟ ما ممكن. شلون تصلي مكان غيرك؟ لأن من شرائط الصلاة إباحة المكان، هذا صار مكان مغصوب، أنت غصبت حق غيرك، لأن ذاك إليه حق، وهو حق ماذا؟ حق السبق، ذاك أسبق في المكان، لما ورد أيضا عن نبينا الأكرم محمد. ما
من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، هو أحق بالمكان. قال أنا وإيش علي من هذا؟ مسجد، هذا بيت الله مو بيت أبوه. وقام وإيش؟ الله أكبر. راح وقالوا لي تعال أكو يا فلان وصلى مكانك. هو إيش قال؟ ما يخالف فوالله لا، إحنا نتناحز على هالصلاة. قام وإيش سوى؟ سقط الحق، يسقط الحق بالإسقاط. لكن الملك يسقط بعد. أي واحد عنده ملك سيارة يقوم يريوس بيها على البحر، ها؟ ولا ما أريده، والله فلوس يرميها يذبها بالشارع. تعال، قال بس ما أريده. تسقط؟ لا. يعني تبقى الآثار الشرعية مترتبة وإن كان قد رماها. أفرض حال عليه الحول، مثال إحنا نقول الحين لا مناقشة في الأمثلة، زادت عن مؤونة السنة وجب عليه تخميسها وإن كان قد رماها. مات، هاي وين وديها السيارة؟ تنتقل لورثته من بعده، لا زالت في عداد تركته، لا زالت متشبثة في أملاكه، ما تنتزع بسهولة. على قولة العراقي مجلب الملك أقوى. إذن متى ينتزع الملك من ملكية صاحبه؟ يقول الفقهاء لا ينتزع إلا إذا أعرض عنه صاحبه إعراضا تاما وأخذه متصرف وتصرف فيه تصرفا من ملاك. يلا يلا ينتزع، مو مثل الحق بس تتنازل عنه خلاص. الأثر الثاني أن الحق يقبل رفع اليد. الملك ما يقبل، وإنما يقبل النقل والانتقال. سيارتي ملكي، أحول ملكيتها إليك، أنقلها، بيتي أنقلها، لكن الحق لا يقبل النقل والانتقال، وإنما يقبل رفع اليد. يروح واحد الحين وين وين، قول يعني البحر، يصيد لي سمكة يطلعها ولا هي ميتة؟ هاي مشكلة، لأن زكاة السمك إخراجه من الماء حي. لا يشترط في المخرج أن يكون مسلم، مو مثل الذباحة، لا، بس يكفي أن يخرج وهو حي وإن كان المخرج كافر. شرطين في ذكاته: إخراجه حيا وأن يكون ذا فلس صفط. أما لو طلع جرجور والله قباقو يأكلون شباب حين، إيش الحالة؟ كل شيء تخم، كل شيء. هالمطاعم حين مطعم الصيني والمطعم الإيطالي، وما تدري وش يحطون للناس من وجعات. قول إجا واحد فلبيني وشاف هالقباقب هاي، سال لعابه عليها، إيه هسويها مشوي بعد؟ خلاص والله هذا جرجور. وإيش؟ أيجوز لك بيعه؟ أنت ما تملكه. ومن شرائط البيع ملكية العوضين، كنت تملك ما بيدك حتى يجوزك تبيعه. هذا من المكاسب المحرمة التي أهدر الشارع قيمتها السوقية، ما لها ثمن بنظر الشارع. كل النجاسات والمحرمات ما لها قيمة.
ولا يجوز بيعها إلا إذا كان لها شوي دير بالك هاي القيود الأربعة: منفعة، عقلائية، محللة، مقصودة. يلا يلا يمكن بيعها كالدهن المتنجس يباع للاستصباح. لهذا الغرض للإنارة يشعلون به. إذا منفعة وعقلائية ومحللة هاي المنفعة ومقصودة هي بذاتها، نعم. أما يبيع شيء من المكاسب المحرمة لمنفعة محللة غير مقصودة مثل الأكل، هاي الجرجور بياخده ياكله، يقول لا ما يصير، يقول تويش عليك، أنا أريد أشتهي ملعون والدين حرام، شلون تاكله؟ قال حرام في بطني. هويش الحين أيمكن لي بيعه؟ كنت ما تملك حتى تبيعه. إنما لك رفع اليد عن حقك، أنت إليك حق الحيازة، وهذا حق خاص لأن أنت السبب استخراج هاي السمكة، أنت نزلت لها تحت الماء، نظفتها وهيئتها وجيت إلى السوق وعرضتها. تقول أنا أرفع يدي عن حقي، أتنازل 5 دينار مو قيمتها لأن هي ما لها قيمة، وإنما عوضا عن إسقاطي لحقي. ممكن مثل بيع المصاحف، قرآن كلام الله، بعض فقهاء يقول لا تقدر تنوي بيع الورق والجلد، أنا هاي ورق احنا مسوينا، لا الأسلام والأحواط أن ترفع يدك، هذا كلام الله، أتبايع ولا تساوم عليه. وكذلك بيع التربة الحسينية الشريفة، لأن أكو روايات مفزعة مخيفة، من باع تربة الحسين عليه السلام كان كالمستأكل من لحمه. وإن كان الفقهاء ما استظهروا منها الحرمة وقالوا بالكراهة، لكن واحد هم يريد يخلص من الكراهة، يقولوا هذا كل من إجا وشايل يا أبيام كم بيعون يشترون، وش الحال؟ ما يدرون. انت وظيفتك وش؟ تعلمهم. ده واحد ما يدري بعد شو يسويها، قولها لا تساوم عليها، لا تبيع، انا كراهة مغلظة. تقول هذه هدية، اخذ هاي مبلغ هدية ولا تساومني عليها بعد، هدية، لان يستحب لزائر كربلاء ان ياخذ معه تحفة منها، انت زاحمت نفسك اخذتها وعدلتها وهيئتها وصففتها وتعبت عليها، هذا حق الزحمة، انا اعطيك عن حق الزحمة. ايه هالشكل. فالملك يقبل النقل والانتقال، أما الحق لا يقبل النقل والانتقال، وإنما يقبل رفع اليد. هذه هي الحقوق الخاصة. أما الحقوق العامة فهي التي تنتج من علاقة غائية بين الإنسان والطبيعة، صيغاية هدف مثل الماء. لمن خلق الله الماء؟ لكل ذي كبد حرة، فلذا يشارك الإنسان الحيوان في هذه الغاية، فلا يجوز منع الماء عن أحد حتى الحيوان. لحظة الله بني أمية، حتى الحيوان. الهواء، لمن خلق الله الهواء؟ لكل إنسان يستنشق، كل من يمتلك رئة، فلا يجوز تسميم الهواء وتلويثه. الجبال، الصحاري، القفار، السيول، الأنهار، الشلالات، هاي كلها يسمونها المباحات العامة، ما يملكها أحد، هاي حق عام. الأراضي، لمن خلق الله هذه الأرض؟ خلقها لكم. كل إنسان من حقه حقا طبيعيا، مو تفضلات
ولا مكرمات من أحد على أحد، لا، كل إنسان من حقه أن يقتطع له قطعة من هذه الأرض تليق بحاله وشأنه، ويبني له فيها بيتا يناسب مستواه الاجتماعي. هذا كل إنسان، وهذا هو السبب اللي يخلي السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه يخالف مشهور الفقهاء في ملكية الأراضي، ويقول ما تملك، شو ما تملك، هاي وثيقتي سند عندي عليها ملكي أرضي، قل لا، أنت فقط لك حق السكنى عليها، يلا قزر حياتك ومشي. كل من إجي حوط حوط، ما بغى لا بر ولا بحر، حتى الجو فضاء، أنت تشوفه فضاء ومو فاضي، كله مملوك كله مخطط، همي حالها يعني ضيقتون الدنيا على الناس، ضيقتون أنفاس الأوادم، مليارات بشر راح يجون وين يسكنون بعدين إذا كل من إجي حوط حوط؟ هذا حق عام إلك تعيش عليها وتمشي، لا أنت تملكها. هذا هو السبب. وقد لخص أمير المؤمنين سلام الله عليه هذه الحقوق جميعا، كلها لخصها في كلمتين، هاي اللي يقوم لها كوفي عنان على قدميه ويخاطب حكام العالم: من أراد منكم أن يعيش حياة الأمن والسلام مع أبناء شعبه فعليه بعهد علي بن أبي طالب إلى مالك الأشتر. يقول: وحق لهذا العهد أن يصاغ بماء الذهب. كل هالمؤتمرات والدراسات والجلسات حكي فاضي ما وراها شيء، كلها لخصها علي في هاتين الكلمتين حين قال: يا مالك الناس صنفان، فإما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. أخير اعتبر أوادم بشر، الناس إلهم حرمة وإلهم كرامة، وكرامة الإنسان من الله، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا. هاي كرامة الناس، كلها لخصها علي وفصلها علي. علي منه؟ زين العابدين سلام الله عليه في رسالة الحقوق الموسعة المطولة لطيف قبل 4-5 سنوات، هنا واحد من شبابنا من إحدى مناطق قريبة ولا نسمي حصل عليها ماجستير في الحقوق في بيروت، دراسة موسعة حول رسالة الحقوق التي ما ترك فيها شيئا إلا وطرقه. وش تقول؟ حق الله، حق النبي، حق الإمام، حق الأب، حق الأم، حق الإبن، حق الطبيعة، حق الحيوان، حق النبات، حق ما ترك زين العابدين سلام الله عليه شيء، وكلها ضاعت هالحقوق، كلها راحت منذ يوم أضيع حق الله الأكبر من يوم السقيفة. وإن يوم السقيفة ليعتبر أكبر يوم اعتدي فيه على حق الله الأكبر. أضيعت الحقوق كلها منذ يوم أزيح الحق عن نصابه. هذا حق الله، هذا مو دين الله، مو خليفة الله، كيف تتلاعبون فيه بحسب أهوائكم؟ هذا حق إلهي خاص، هو يختار، هو يصطفي، هو يجتبي لدينه من يشاء. وضاعت الحقوق كلها، أبسط الحقوق ضيعوها. يعني يقول: يا جماعة أنتوا شغلكم ويا الرجال، قتلتم الأبطال، صرعتم الشجعان، وضعت الحرب أوزارها، خلصت معركة، يلا شيلوا على بلادينكم، ما خلصنا بعد، ما ذنب هؤلاء النسوة والأطفال حتى تغيروا عليهن في المخيمات وتشعلوها بالنار؟ شوف هالفعلة بشعة، كبسوا المخيم بمن فيه حتى تفارت النساء والأطفال في الصحراء يتصارخن. هو أحسن من الأطفال من سحقته الخيل،
بحوافرها من الأطفال، من فر على وجهه لا يدري إلى أين يتوجه، ويلي يا ويلي. من جملة من فر ذلك اليوم طفلين صغيرين يتيمين طاهر ومطهر 7 و8 سنين، فر من هجمة الأعداء، فعثر عليهما عين من عيون ابن زياد، فأودع في السجن 7 سنين كاملة. من بارد الماء لا يسقيان، من لذيذ الطعام لا يطعمان، حتى نحل بدنيهما، اصفرت ألوانهما، من لا ضاق من هذه الدنيا. التفت الصغير إلى أخي، ما ضرنا لو أخبرنا هذا السجان بحسبنا ونسبنا. استحسن المشورة، بالفعل جاءهم تلك الليلة وقد أبطى عليهم بطعام العشاء. التفت إليه، يا شيخ أتعرف محمد المصطفى؟ قال كيف لا أعرفه، نبي شفيعي يوم القيامة. قال يا شيخ أو تعرف علي المرتضى؟ جثى على ركبته، مسكهم من أيديهم، من أنتما وما علاقتكما بهذه الأسماء؟ قال يا شيخ نحن أولاد مسلم بن عقيل، فررنا من سجن الأعداء، فررنا من هجمة الأعداء، وأودعنا عندك في هذا السجن. انكب على أقدامهما يقبلهما، سيداي معذرة إلى الله وإليكما. قال لا بأس عليك انت، بس خفف علينا القيد وارحمنا يا سجايا، احنا من أهل بيت النبي وبينا الدهر خا. استاهلون صرخة، إلهم يوم في السنة ومن السنة للسنة. ها، باب من أبواب الحاجة. مسلم أبونا والأهل كلهم سلاطية، وجدنا علي صاحب البيعة وخالنا حسايا، ذيك العشيرة صاحبيها صايح البيعة، ظلوا على حر الثرى وضاعت النسوة. واويلاه واحنا انهزمنا وفرهدتنا هجمة الخيال، بالبر توهنا وعلينا هود الليل، ولا درينا اش صار بالنسوة والعليل، يقولون جابهم سبايا برض كوفة. قالهم شعبتوني وفد قلبي حكيكم، صغار ويتامى اش حال قلبكم عليكم، من أيام يا بعد الأهل مروا بسبيكم، فوق المطايا وخالكم راس على سنا. فتح لهما باب السجن، فرا على وجهيهما، ينامان في النهار ويمشيان في الليل، إلى أن وصل إلى بستان غصن شجرة صعدا ونام عليه. أصبح الصباح، جاءت الجارية تملأ القرب بالماء، وإذا شوف صورة قمرين مزهرين على سطح الماء. أخبرت مولاتها، جاءت تلك المرأة العجوز خاطبتهما، ولداي حبيباي ماذا تصنعان على هذه الشجرة؟ استيقظا فزعين مرعوبين، نزلا إليا ضمتهما إلى صدرها، أحسا بالأمان. أخبراها بأنهما أولاد مسلم، جاءت بهما إلى الدار، آوتهما، قدمت لهما الطعام والشراب، لكن ما إن انتصف الليل حتى جاء ولد الشقي اللعين.
وكان قد أتعب نفسه وأجهد فرسه في البحث عنهما وطلبهما. سمع في منتصف الليل حركة، سأل ما هذا؟ تثاقلوا عنه وتناوموا. قام اللعين كأنه الثور الهائج يحمل القنديل بيده يبحث عن أثر ذلك الصوت أهل العزاء، حتى فتح عليهم الباب، وقعت يده على رأس الصغير منهما: من أنتما وماذا تصنعان في بيتي؟ قالا: نحن ضيفان عند أمك، نحن أولاد مسلم بن عقيل. أهل العزاء لما سمع بذلك رفع اللعين يده ولطم الولد على وجهه: يا ويلي يا ويلي، وإيش هالعداوة؟ حتى كسر أضراسه، ثم مد رجله ورفس الآخر رفسه فرماه بعيدا. انكب الولد على أخي توعاي عقله، هجمت علينا الملية، ما يحصل لنا بهالزمن لوم أهلي. كل ما طلعنا من بلا شفنا بلايا، يا ريتنا ويا الأهل صرنا ضحايا، ويا ريت ساقونا بيسر فوق المطايا، أهون علينا من الحبس ظهر المطيه. ضعنا يا خويا وابتلينا ببلدة ترجع، ضيعوا يتامى وجوع وسط الحبس يانا، ولأن الرجل صابا ومن كسر أضراء، ودماه فوق الصدر خلاها جريه. ردوا رفس الآخر وقالهم: حان جلكم، ليش في غليلي يا يتامى اليوم منكم؟ متعوب يا ولاد الخوارج في طلبكم، قال لي ارحمنا يرحمك رب البري، ما تقول وياك اشفع لنا من جناية، تضرب أخي ومن لا يتكسر ثنايا. قال لا عليكم حامة طيور المنايا، وهالرؤوس لابن زيادة وديها هدية. أهل العزاء عظم الله أجوركم، أوثقهما كتافا وأخذ يسحبهما على الأرض سحبا. أمر ولده أن يقتلهما فامتنع، قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أمر غلامه ففر عنه هاربا، حينها دافعته زوجته ضربها بكعب السيف حتى قضى عليها. جاءت أمه العجوز تدافعه، رفسها في بطنها خرت مغشيا عليها. قال: والله لا يتولى ذبحكما غيري. جاء بهما إلى شاطئ الفرات، قال: يا هذا بعنا في السوق وانتفع بأثماننا. قال: جائزة الأمير أكبر، خذنا لابن زياد حيين. قال: أخاف أن يعثر عليكم أحد غيري. فلما آيس من قال: إن كان ولا بد من قتلنا، دعنا نصلي لربنا ركعات. قام بأبي وأمي على قدميهما، صليا ركعتين، ثم رفعايا كفيهما إلى السماء، قال: يا عدل يا حكيم، احكم بيننا وبين هذا الظالم. أهل العزاء فتح حاضنا وأخذا يضطربان بين يديه،
قال الكبير اذبحني قبل أخي. نادى الصغير لا طاقة لي أنا أرى أخي مضمخا بدمه. وهذا وهما يلوجان رفع العين السيف عاليا، ضرب الكبير على رقبته فأطار براسه. الكذا الصغير على أخي خر على عضدي وادعى والدمع من الثراء. ذاب قلبه من نظر لي يضطرب فوق الثرى، جذب حسرة بثر حسرة والصدر فوق الصدر. يشعب قلب ينظر ولتت فت الصخة. صاحبي وداعت الله وانا خويا على الاثار. ينشعب قلبي من عاين هلا وداج مهبرة. يا لعين قتلت أخي، قال لألحقنك بأخيك. رفع السعيد رفع اللعين السيف ثانية، هوى به على رقبة الصغير فأطار براسه. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، أخذت الجثتان تضطربان على الشاطئ الفرات. والرجس ما راقب الله ولا رحم الليل حقا. شهر سيفة وقطع راسه وعفره فوق الأرمى. والعجوز تصيح أنا شبيدي عليكم يا الأطفال. والدتكم ريتها تعاين جثثكم بالعارة. جبتكم يا أولاد عندي ظلت عندي نجاة. صرت يا أولادي سببكم وجلبتكم للماما. روسكم راحت هدية والجثث وسط الفراء. والدتكم ريتها تعاين جثثكم بالعرى. آخ ما ذل اليتيم حين ينادي بأبيه فلا يرى مجيبا. إلهي بيتيمي مسلم ابن عقي نقسم عليك هذا اليوم ألا ترد أكفنا إلا بقضاء حوائجنا والشفاء مرض وفك أسرانا والأخذ لنا بحقنا ممن ظلمنا. اللهم انصر شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، وادفع عنهم كل سوء وشر وبلاء. إلهي فك قيد أحبتنا، أرجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين منصورين يا رب العالمين. جماعتي الحاضرين والمؤسسين، اللهم احفظهم في أنفسهم من يلوذ بهم من كان في مجلسنا هذا طالب حاجة، اللهم اقضها ويسرها له يا قاضي الحاجة. إلى أرواح موتانا موتاكم، من مات على الإيمان لا سيما شهدائنا الأبرار، لا تنسوهم هذا اليوم بالمغفرة والرحمة، نهدي لهم جميعا ثواب المباركة الفاتحة تسبقها الصلوات.